الإيقاع عالي ومتسارع وكل الناس جارية وبتصارع، ماضي الزمن الأضحى مضارع تبدأ حكاية دعم عدلان. عم عدلان والزمن الطشة وشكل الدنيا صبحة هشة، ناس تتغدى زمن تتعشى وناس جارية بدل تتمشى، ناس تتغدى زمن تتعشى وناس جارية بدل تتمشى وسرعة تعدل فيها القشة. نحنا ما بنعمل شيء لنفسنا، للجميع، لأننا عائلة مؤسسة. همك هم يا عم عدلان وغمك غم يا زول إنسان، تحلم ونحلم بالمكان، أسرة مؤسسة ناس ومكان، تلقى نفسنا الرايحة زمان بيت مسكون ومحبان، والف سلام يا عم عدلان. معقولة؟ معقولة ثلاثة غيابات؟ أمس أدينا إذن لوليد الليلة يغيبوا ثلاثة؟ معقول؟ إخواننا في صينية غدا عدلان الصاوي يكون في ثلاثة غيابات؟ حتى الشاي ما يحضره معانا؟ دي فضوة، فضوة شديدة. فاضل مبرد ما تشعليله. بشعليله هذول، بعدين عدلان أخويا نازل بيكون ما شغالين بقوانينك، الظاهر أنت رخيت لهم الحبل. الفاضل الغايب عذره معاه. هو غايب واحد؟ ده غياب، ده كمية من الناس، ده تمرد عديل كذي. فاضل أول حاجة اسمه تمرد، بعدين يا إخوانا اللغل اللي خلنا ده خلوه ينزل في معدتنا دي ونهضمه، وخلونا نشرب لنا كوباية شاي نعدل بها راسنا ومزاجنا. هو ينزل كيف اللغل ده؟ اللغل أخوانا ما بيقى في لما، ما بيبقى فيه بركة. بعدين يا إخوانا عدلان بالطريقة دي، لا العائلة دي حاجة تفرتك. والمفرتقة شنو يا الفاضل؟ أحن ليلة ما يجوا الغداء وبكرة ما يجوا العشاء، بعد كده تاني ما بيجوا كله. كلام الفاضل صح، قرار تتكون لجنة محاسبة برئاسة الفاضل وعضوية عوض. سمعت؟ برئاسة الفاضل وعضوية عوض. تعالى عضوية أجل برفدك أجل. الله الليلة وريد يشرب ميرو وليد برا ياسر وفارس معاه غاية الليلة، الله يجيب العواقب سليمة. يعني في الحالتين أنا ضايع، أولاً كان ما خلصت شغل المكتب، بعد الأوفر تايم مديري حيحاسبني، وكان جليت الغداء مديري في العائلة المؤسسة حيدخلني مجلس محاسبة. أنا أحسن حاجة أسوق معي مديري لعدلان يغنعه، خاصة هو بيحترم الخدمة المدنية بالجدية في الشغل، بس إلا همشي له في البيت. والله انا حقه ابوي يقول له ابوي ده عديل كده يا ابوي، يعفيني من موضوع صيني الغدا دي، اعمل لي يعفى عديل. يعني ما ممكن انا مطعمي شغال غدا ارجع اتغدى في البيت؟ زمان المطعم كان شغال فطور وعشاء، هسه بقينا شغالين غدا. يعني انا اتقطع لنصين، نص هنا ونص ارجع بيه البيت. انت ما هنا؟ لا انا مع ابوي والله. معلش يا شباب معلش. سبحان الله
الله يشفيك يا ابوي. الزمن اتغير والناس دي كلها بقت جاريه، يعني حتى زمان الخاص بقى ما في يده. يعني هسه انا بطلع من المزرعه يا ابوي بعد صلاه العصر، لما صلي العصر اطلع احصل البيت يكون المغرب جاء. بعدين الناس دي كلها بقت تتغدى المغرب، يتسوي لنا الغداء المغرب. هزول انا اقول له الكلام ده بس، واللي بيحصل يحصل يا ابو. حتى الشغل اللي بنجزه المفروض ارفعه بالنت، وعمي عدلان عامل للنت زمن وساعات. انا غايته جبت معي كونكت وشغال بيه، لانه مفترض باقي الشغل ارسله بالايميل. مالك برا رفضوك ولا شو؟ لا والله من قبل انا ما دخلتها. بعدين انا خايف يا اخي، انا قبل كده عامل لي انذار اخوش كيف، انا خايف والله شديد. امشي معاك انا مالي ومالك، دي مسائل عائليه تحلها برك. بعدين تعال هنا غدا، شنو اللي انا بقوم للدنيا؟ بس يا سعادتك شوف، ما تقعد تبسبس لي. شوف انا ما فاضي لاي مواضيع جانبيه. خلاص يا سعادتك، اكتب له خطاب انه انا كنت في الشغل عشان يعفوني من الغدوه الالزاميه دي. انت مجنون؟ عايزني اكتب خطاب لزول عادي من مؤسسه؟ والله سعادتك انت زول عادي كده، زول والله انت زول. يا سعادتك انت زول ده ما اعرفه، ده مدير العائله المؤسسه. ما بكتب يعني ما حكتب. خلاص اديك حل، اكتب لي خطاب لمن يهمهم الامر. وليد هاي؟ طلبك مرفوض. انا كله اكتب له سعادتك، انا كله اكتب له سعادتك. يا انت الصح وزي الحراميه، الليله شيلوا شيلتكم، عندكم جزائر. الجزء الاول مجلس محاسبه، وعارفين مين المكلف بانه يجازيكم؟ السيد الفاضل. الفاضل اللي انتوا عارفينه ذول خطر وصعب وما بيتفهم، اتجاه واحد. وهسه وين؟ منو ده؟ الفاضل. فاضل فوق بعمل في ظروف لمجلس المحاسبه، ليله حوريكم النجوم عز الدور، الليله حتعرفوا حاجه. انت خايف تطمن عليهم؟ اقعد اقعد تحت اقعد تحت اقعد، ولا كلمه ولا بالغم ما تقولها، ولا بالغم. انت ده المنتهم، والمنتهم ما بنضم. بعدين اقول لك كلام كل اللي ضده دي لك، كل الهنايات دي اللي سمين شنيع بيبقى معك ساتنا كده اللي ضل ضدك هاي. بعدين صراحة قد انت وشك ذات وموت موت، عندك غير الإعدام ما عندك حكم عندي. العوض اكتب، وقد اعترف المنتهم بالتهم المنسوب عليه، ويتم تحويل أوراقه لعدلان الصاوي للنطق بالحكم. الليلة مالكم؟ عم اقول لكم شنو؟ في شنو؟ يا اخي اول حاجة قول السلام عليكم يا اخي. انا اسف، السلام عليكم. عليكم السلام. ثاني حاجة، عارف المسكو مجلس المحاسبة منو؟ منو؟ الزمن اتغير يا عدلان، وبقى ما في يد زول. الزمن ممكن نحن نطوعه زي ما نحن عايزين، لكن الصلاة دي
بتتغير ولا بتتأخر؟ لا لأنها فرض. طيب اللمة دي واجب مستحيل نتنازل عنها، وساعة الغدا دي لازم تكون عندي هنا حتى لو كنت في الواقواق، ده قانون. الجو ما نخش القوانين مع الأحداث المتجددة دي يا شباب والظروف الصعبة دي ممكن تتغير. كيف يعني؟ سألتني نحن نرفع مذكرة لأبوي نطالب فيها بتغيير بعض القوانين ونعلن عن رفضنا لها تماما. زي النت، أنا محتاج أعمل صفحة للمطعمي وأعلن لها في مواقع التواصل، وأنا كمان محتاج أعمل إعلان لصفحتي بتاعت المزرعة وأعلن عن منتجاتي وبحتاج ساعات إضافية للنت، وأنا محتاج أرسل بعض الملفات بالإيميل للشغل يعني أوديها لإدارة طوالي. حلو حلو حلو، أنا ذاتي بحتاج أرفع تقارير بخصوص اجتماعكم بتاع المعارضة بدون إذن الوالد العزيز. جاست مينت جاست مينت بس أمشي وأجيبه. أمجد 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 يا كفير يا كفير يا بتاع التقارير يا عوض يا عوض يا عوض يا عوض ولا بقيم ولا بالقمة تقولها. أنت المنتهى وليدي، أنت مكتوب عندنا بقلم الرصاص، عارف يعني شنو رصاص؟ يعني يا دام انت هناك معانا كم غدوة تجي تغيب. وقت تغيب يا أخي، وقت تغيب هذول تغيب من صينة الغداء وفيها ملح خضرة مفروكة، الليلة ما بفروكك. وقالوا قوانينك دي ما عجبهم وعاوزين يغيروها بقوانين وضعية جديدة. أمشي أفرتك لك يا أبوي. لا، أنا ضد الفرتقة والشتات والقمع وشغل العصابات. أنا حأمشي ألمهم كبار الأسرة دي ما تتفرتك. ربنا يقدرنا على عمل الخير. أمجد الكلام اللي قاله أمجد ده صح؟ شوف هنا يا ياسر، ما تقول لي عندي مزرعة مشغول، أنا قدامك ده عندي كم مزرعة ومشغل فيه الناس، ما دعي لي يا زول، عندي فحوصات انتهي منين وارجع. لكن إذا كان على أنه يعني أنت تقيب من صينة الغداء، ده يعتبر فقه، فقه لإنسانيتنا، أنت بتفقه إنسانيتنا عشان إحنا راجين نكون تجي تاكلوا كل لقمة. أما إنك أنت تتعامل معانا نحن كأوبجيكتيف، ده ما بنرضاه. ما بحلك، تعال تعال تعال. ما في قانون من قوانين العائلة بتلغي، لكن ممكن يتعدل. بخصوص صينية الغداء ممكن نعملها بدل 3:30 إلى بعد المغرب، وأي واحد عنده شغل زيادة في الإنترنت يجي غرفتي هناك ويشتغل في غرفتي في النت، لكن في زمن محدود. نلتقي بعد المغرب عشان نعمل وثيقة نعلقها في الباب، انت طالع ونازل تشوف عشان تتذكرها. أما بخصوص مجلس المحاسبة فيلغى مجلس المحاسبة وتقبل أعذاركم. يا أخي يا أمك، المنتهم فارس شوف هنا، أنا شايفك وخدتك تحت المجحر مما سويت لك مطعم مرقل لك جرينات، لكن ليك علي اللي قطع لك ورجعك مراسلة زي ما كنت. هل لديك أقوال أخرى؟ ما عندك تقدر تقول شنو تاني؟ أسحف كذي والله كذي بقيت عامل لي زي المخدة. أوه
عمل وثيقة جديدة يتم فيها الاستمرار في كل المبادرات اللي عملناها السنة دي. مبادرة زاد الحبان. زاد الحبان له مكان. نتعهد مواصلة مشروع صندوق الدواء وفضة اللايكتك. الحبوب دي صرف لك دكتور؟ ما كذب عليك، مرات بيجون نسوان ورجال كبار في السن شايلين صناديق حقت أدوية فاضية، بقول لك دارين نفس الدواء في الصندوق ده. لكن يا أبوي أنت ليه مصر على إنه بعد الهاشتاج ده إنه نلف الصيدليات والبيوت؟ يعني حس أبوي قرر إنه يوفر الدواء لكل الناس وعايزنا إحنا ننشر الفكرة؟ يعني أنا ما عارفة ليه أنت بتستهتر بالمشاريع الخيرية زي دي. شوف أنت لو ما عجبك الفكرة تعتذر طوالي. يعني أبوك عايزني أنا أمشي أدق بيوت الناس وأقول لهم ما عندكم دواء زيادة؟ صممت هاشتاج كويس ونشرته في الفيسبوك وعلى كل الصفحات. يعني من المدرسة قال لي تمشي لفارس في الكافتيريا عشان تعرفوا كيف حتنشروا الفكرة دي. أنت عارف الفكرة دي عجبت كل الطلبة في الفصل. أغنعناها تاني ما تستخدم أي دواء بدون استشارة الطبيب. فبالله تاني بدون روشيتا ويكون فيها اسم المريض وموقع عليها طبيب ما تصرف دواء ساكت. ومبادرة ما تمشي فاضي. جربت توقف عربيتك في البيت وتمشي بالمواصلات؟ حصل، عشت إحساس مرة كبيرة حلمي إنها تفوز بمقعد في مركبة عامة. وقف عربيتك في البيت وعيش المعاناة، أكيد هتحس بالآخرين. ما تمشي فاضي. كان سايق عربيتك خاصة ولا حكومية ما تمشي فاضي. أكان راقب سيارة عجرة ولا عربية كارو. كليك معاك لفريق ثلاثة يا أخي. الحبوبا أبغى مارق. عشان نساهم في حل الأزمة. عشان نحارب جشع بعض أصحاب المركبات. أبدأ بنفسك وما تمشي فاضي. ومبادرة رجعوهم ومرجوعة فيما سماها. تحلم نحلم بالمكان، أسرة مؤسسة ناس مكان. عندنا في سنة الريحة زمان، بيت مسكون وكل حبان، والف سلام يا عم عدلان. رجعوهم. ابدأ بنفسك في يوم حضاري. فن التعامل بذوق في احترامنا لبعضنا. ندي المرأة وكبار السن خصوصياتهم في الأماكن العامة والمركبات العامة، حتى الأطفال ما ننهرن وما نكهمن. ونفتح أحضاننا للعضو والصديق ونتصالح ونتسامح مع بعضنا. مقزوم الغيظ وده كله
وده كله أغش رأينا. ده كله هنجربه في مبادرة يوم حضاري. اضغط لي. اعملوا شير للصفحة واشتركوا في المبادرة. مع تحيات عائلة عدلان الصاوي العائلة المؤسسة. يس! المبادرة ما تكون ليوم واحد تموت. لازم تستمر ما دامت نحن على ظهر هذه الفانية. نحن ما بنعمل شيء لنفسنا، للجميع، لأننا عائلة مؤسسة. بس أنا زعلان يا عدلان. هزعلك منو؟ أنت ذا. ليه لا سمح الله؟ يا أنا عمري كله بحلم يا أخي بقى لجنة محاسبة يا أخي. طيب في النهاية تلغيها تخليني اليوم كله يا أخي نبرف مع المخدات. لا كنت ناوي له النية لكن الله مرقكم بس. الإيقاع عالي ومتسارع وكل الناس جارية وبتصارع ماضي الزمن الأضحى مضارع تبدأ حكاية دعم عدلان عم عدلان والزمن الطشة وشكل الدنيا صبحة هشة ناس تتغدى زمن تتعشى وناس جارية بدل تتمشى ناس تتغدى زمن تتعشى وناس جارية بدل تتمشى وسرعة تعتر فيها القشة. نحنا ما بنعمل شيء لنفسنا، للجميع، لأننا عائلة مؤسسة. همك هم يا عم عدلان وغمك غم يا زول إنسان تحلم ونحلم بالمكان أسرة مؤسسة ناس ومكان عند نفسنا الرايحة زمان بيت مسؤول أمور محبان والف سلام يا عم عدلان